السلام عليكم، ننتقل لآخر فيديو بخصوص شابتر 11 و12. الفيديو هذا هو سؤال كويز بسيط جدا، بيقول لي the motion of 3.5 باوند ويت، الوزن ونص. تمام، نشوف باوند يعني جي 32.5 moving with horizontal plane such as r بتساوي 2 t زائد 1. شو وحدته فيت؟ أموري تمام. وثيتا بتساوي نص في تربيع ناقص تي. شو نوع هالفانكشن؟ راديان. where t in second and for the force fr، بده fr acting on the particle for t 1.5. شو بعمل انا هسه؟ بده fr يعني ar، بده طلع ar ضرب الام، شو بدها تساوي؟ fr. ف ar شو بدها تساوي؟ r double dot ناقص r theta dot تربيع. يلا r double dot، شو مشتقة ال r double dot؟ إذا ال r 2t فال r dot 2، ال r double dot 0. طيب وال r نفسها عوض 1.5، 2 في 1.5 3 زائد 1 4، ف r بتساوي 4. ثيتا دوت كم ثيتا؟ نص t تربيع ناقص t، فثيتا دوت بدها تساوي t ناقص 1، فبالتالي ثيتا دوت كم بتساوي؟ t ناقص 1 يعني نص. شو بعمل هسا؟ بحكي AR بدها تساوي 0 ناقص ال R اللي هي 4 ضرب نص تربيع يعني 1 4. شو بدها تساوي؟ تساوي سالب 1، سالب 1. فهو ايش طالب مني؟ طالب مني AR، يعني بدي اضرب M في AR، فالوزن 3.5 بده يساوي M في AR. كم ال M؟ ومش طيب الوزن، الفورس قصدي الفورس اف ار، فورس اف ار شو بدها تساوي؟ ام كم؟ ام اللي هي 3.5 32.2 في اي، كم الاي؟ سالب 1. فالجواب هو عباره عن 3.5 على 32.2، 3.5 32.2 ضرب سالب 1، يطلع الجواب سالب 0.109، طلع الجواب half. لاحظ انه اللي غربط بالوزن، انه حكى اف ار بتساوي ام في اي، حكى سالب 1 في 3.5، بيطلع مع الجواب سي، وهذا خطأ. عشان خطأ فادح. انا ايش بحكي؟ 3.5 على 32.2. ليش؟ لانه الماس وحدتها سلاج، الوزن وحدتها باوند، أنا معطيني باوند، فبالتالي الوزن تساوي ام في جي، إذا الماس تساوي دبليو على جي. دبليو كم؟ 3.5، والجي لأنه بالباوند 32.2. بتمنى الحل ينفهم. نماذج ثاني، شو كان طالب؟ كان طالب اي ثيتا. اي ثيتا شو بتساوي؟ ار ثيتا دبل دوت زائد 2 ار دوت ثيتا دوت. ار قبل شوي طلعناها 4، وثيتا دبل دوت بدها تكون تي ناقص 1 يعني تي يعني 1 في 1 زائد 2 ار دوت. ار دوت كم قلنا؟ 2. ثيتا دوت تي ناقص 1 يعني 1.5، فكم هاي بتساوي؟ 4 زائد 4 زائد 4 ضرب 1.5 بتطلع معي 10. هاي اي ثيتا، فبحكي 10 ضرب 3.5 على 32.2 بتساوي اف ثيتا. فاف ثيتا شو بدها تساوي؟ الرقم هذا 10 ضرب 3.5 على 32.2 بتطلع معي جواب 1.08. طيب لو طلب اف ريزلتنت، شو بحكي؟ اف ريزلتنت تساوي الجذر التربيعي ل 1.08 تربيع زائد القيمة اللي طلعتها قبل شوي سالب 0.10 تربيع. بيطلع الجواب 1.09 باوند. فهذا طلب الأف المحصلة. فهذا كان سؤال 3 نماذج كمطالب، وثلاث نماذج كأرقام، 6 نماذج. هيك بكون انتهى الكويز الأول. يعطيكم ألف عافية.